المزيد من الفهم والتحليل تنضم لنا من بيروت الأستاذة مايا زغيب، خبيرة تكنولوجيا المعلومات ومتخصصة في محو الأمية الرقمية للأطفال. صباح الخير عليك أستاذة مايا، برحب بك في صباح جديد. يعني بداية، برأيك إيه هو تعريف الإنترنت الآمن على الأطفال، وإزاي ممكن الوصول لهذا الحد من الأمان المطلوب في الفضاء الإلكتروني الواسع؟ صباح الخير. صحيح مثل ما حضرتكم ذكرتوا بالمقدمة، إدراك المخاطر هي من أولى أسس التوعية حول كيفية استخدام الإنترنت الآمن للأطفال. نحن كأهل وجباتنا نعرف شو ناطر أولادنا بالعالم الرقمي، وقت اللي مندرك المخاطر نعرف كيف نحول دون أنه يتعرضوا لأولادنا. كبيئة آمنة للأطفال على الإنترنت مع وجود هالكم الهائل، إذا بدك، من يمكن المخترقين، من يمكن مرتكبو جرائم معلوماتية، من اللي عندهم مساعي كمان، يمكن من السايبر بريدتورز بنسميهم الأشخاص اللي بيستميلوا الأطفال أيضا عبر التطبيقات أو المنصات. المشكلة هون بتكمن أنه نحن كأهل في أسس نقدر نتبعها، بس الفضاء الإلكتروني ممكن كمان يضل يعني في ثغرات يقدروا أولادنا يكونوا عرضة لها. بداية إذا بنحط هيك الليستة أو لائحة بشو هن المخاطر اللي بانتظار أولادنا، ممكن نحن ندرك كيفية معالجة هيدي المخاطر. أول شيء فور وجودهم بالعالم الرقمي، هالشيء بيعني إنه عم يفوتوا على ويب سايت يمكن ما تكون آمنة، فيها محتوى جنسي، منصات تطبيقات إلى ما هنالك، أو محتوى إباحي وغير ملائم لسنهم. ثانيا ممكن يكونوا عم يتعرضوا لتنمر إلكتروني، ممكن أيضا يسبب لهم إدمان على الإنترنت كثرة تواجدهم عبر العالم الفضائي أو عفوا الفضاء الإلكتروني. وأيضا في عنا كمان مخاطر مثل أنه من دون ما يدركوا ممكن ينزلوا برامج خبيثة أو كمان على هواتفهم أو أجهزتهم، فيهم أيضا يتعرضوا لسكامز، فيهم يتعرضوا لكمان تكتيكس الهندسة الاجتماعية أو السوشيال انجينيرينج من قبل الغرباء. طيب سيدة مايا، أيضا يعني حضرتك ذكرتي عدد من الـ أو أشكال التهديدات اللي ممكن يتعرض ليها الأطفال من خلال تعاملهم على شبكات الإنترنت، ولكن زي ما احنا قلنا في البداية اعتمادنا دلوقتي بشكل كبير على هذه الشبكات وهذه المواقع أيضا. إزاي حضرتك شايفة تطورت هذه التهديدات مع تطور التكنولوجيا بالنسبة للأطفال، وهل نقدر نقول إن احنا ممكن إزاي نقنن استخدام أولادنا لهذه الشبكات؟ طبعاً هلأ هي المخاطر مش زادت بفعل التكنولوجيا بحد ذاتها، المخاطر زادت بفعل كما ذكرت أنه وجود المخترقين ومرتكبو الجرائم المعلوماتية. يعني نحن اليوم ما منخاف من التقنيات أو التكنولوجيا بحد ذاتها، نحن منخاف من الموجودين أو اللي عندهم غايات خبيثة أو غايات غير صالحة وراء هيدي الاستخدامات، واللي هن رح يفوتوا على عالمنا الرقمي ويزعزعوا إلى حد ما. ونحن كلنا معرضين، أطفال، كبار، مراهقين، من أي سن كنا معرضين للمخاطر اللي أنا سبق وذكرتها. الأطفال كونهم بعدهم جديد على استكشاف الإنترنت والعالم الرقمي يمكن يكون في ضعف إلى حد ما حول هيدي الاستخدامات، هون دورنا كأهل أو كتربويون أو كأشخاص يعني خبراء أو شغلتهم يعملوا هيدي التوعية هون، إنهم يدخلوا ويخبروا عن طرق معالجتها. مثل ما ذكرتي طبعا نحن ما فينا نستثني التكنولوجيا ولا فينا نستثني استخدام التطبيقات والمنصات. اللي فينا نعمله بهيدي الحالة، أول شيء بدنا نفصل بين الأطفال اللي عم يستخدموا الإنترنت والمراهقين. كتير مهم نفصل لسببين، لأنه المراهقين عندهم صلاحية أكثر وعندهم تطبيقات فيهم يستخدموها الأطفال ما لهم حق يستخدموها، ومن ضمنها منصات التواصل الاجتماعي. طبعا إذا بنفوت بنشوف الريتنج تبعها هي 12 وما فوق، يعني ما دون سن 12 ما لهم حق يتواجدوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عم نحكي تيك توك، فيسبوك، انستغرام إلى ما هنالك. والجدير بالذكر طالما اليوم فتحنا هذا الموضوع، مؤخرا صار في دعوة كمان وجهت على سناب شات، إذا انتبه إذا طلعنا كمان عليها، اللي هي بتقول إنه كثير الأطفال معرضين من قبل السايبر بريدتورز، يعني الأشياء اللي بتتيحها سناب شات واللي هي الخصوصية اللي دائما بتسوق لها، هن عم يدعوا إنه هيدي مجرد وهم لحتى لي كمان يتم استدراج
الأطفال لاستخدام التطبيقات وأيضا عرضة يكونوا للسايبر بريدترز. أولا نحن كأهل اللي فينا نعمله بالسيف براوزنج، في عنا كتير تطبيقات ممكن تسمح لنا من وضع حدود للأشياء اللي عم يستخدموها الخاطئة أولادنا عبر الإنترنت، من ضمن التطبيقات اللي غير ملائمة لعمرهم، في نازل تطبيق رقابة أبوية أنا حد من استخدام هيدي التطبيقات، في حد كمان أوضع سكرين تايم يعني وقت استخدام ملائم، في كمان استخدم اكستنشنز مثلا كيدز فريندلي يكونوا سيرش انجنز، كمان في اكستنشنز معينه على براوزرز فيني على سيرش انجنز معينين انا اكون عم بحطها على اجهزه اولادنا عفوا يقدروا يستخدموها هيك تحظر محتوى انا ما بريد اولادي يكونوا عم يشوفوه عبر البراوزنج. بقدر بهيدي الطريقه كمان انا حافظ على العالم الرقمي الامن تبعهم باستكشافاتهم تكون كمان متاحه على اشياء ملائمه لعمرهم. من الاشياء كمان اللي بجدير بالذكر لها انه حتى وقت بيكونوا مراهقين فينا نضل عم نستخدم تطبيقات الرقابه الابويه، بالاضافه في كمان رقابه ابويه داخل المنصات اللي بيستخدموها اولادنا، يعني عبر التيك توك في فاميلي بيرنج، عبر انستغرام في سوبرفيجن كمان حكينا عنها بمداخله ماضيه. كل الاشياء المتاحه على الانترنت بتسمح لنا ايضا يعني من تطبيقات ومنصات تسمح لنا لرقابه زائده علينا كاهل نطلع عليها، وهون بالتالي بنقدر كمان نخلي اولادنا يستكشفوا بس بطريقه امنه. نعم سيدة مايا زغيب خبيرة تكنولوجيا المعلومات ومتخصصة أيضا في محو الأمية الرقمية للأطفال، شكرا لوجود حضرتك معنا، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.